ايه اكتر حاجه نفسك سعرها يرخص؟ السكر، سكر، رز، اكل عموما، كل حاجه. زي كل حاجه، زي خضار، لحمه، فراخ، هدوم، شقق، والسكر طبعا. حلو، نزلنا السكر، زودنا السكر، زودنا الشاي وكده. قلت وزير التموين هتقول له ايه؟ هقول له احنا تعبانين، هقول له كل حاجه غليت، قطع عليك، مش فاضي اقول له حاجه، هقول له اتفضل حضرتك انزل، لازم تنزل الشارع انت بنفسك، الناس مش لاقيه تاكل وهم بيروحوا يصرفوا في الحفلات وفي المؤتمرات هقول له للاسف انت مش حاسس بالمعاناه اللي الشعب عايش فيها. هقول له بحبك قوي. الحمد لله الامور زي الفل، نحمد ربنا احسن بكتير. بس انا كشخص مش عايزه حاجه ترخص، انا راضي والله العظيم راضي. السيسي حبيب قلبي، ما حبش في العالم كله قده، لو هشحت كده ما حبش الا هو، والنبي مش هيسمع التسجيل ده. اسمع والله حبيبي 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 حبيبي، بقول لك ما حبش في الدنيا كل حته مني، والله العظيم الرئيس حته مني.